الموقع مغلق للصيانة، عبارة وضعت على أبواب المئذنة الملوية في أيام العيد. هذه العائلة قادمت من بغداد لقضاء إجازة العيد في المناطق الدينية والآثارية، ومنها المئذنة الملوية في سامراء، لكنها فوجئت بإغلاق الموقع بوجوه زائريها للصيانة بعد سقوط أجزاء من الطابق السابع أو ما يعرف بالجاون، فضلا عن أعمال تطوير أخرى. نحن من بغداد على شكل سفرات وزيارة للحسنين للعسكريين، مع ذلك مررنا بالملوية لقيناها مغلقة في وجه الزائرين وفي وجه السياح أيضا. شنو الأسباب؟ الأغراض الصيانة، حتى الصيانة ما بيها. وينهم العمال؟ خلي يشوفون، ماكو كلش لا عمال ولا. احنا جينا صان من بغداد السامراء، ايه ماكو اجواء العيد، وها يعني الناس تحب السياحة وكذا، والملوية مسدودة على اليمن. خيبة أمل ياسين وزهراء قد تهون أمام ما تعرضت له إليكا القادمة من ألمانيا لتجد وجهتها بعد سفر طويل مجرد أبواب مغلقة. أتيت من ألمانيا، كنت أرغب في الاقتراب من هنا، لكن بسبب أعمال التجديد والصيانة لم أتمكن من الدخول، لذا في المرات القادمة التي نأتي فيها يمكننا زيارتها ورؤيتها. إغلاق الملوية في الموسم السياحي جزء من تردي الوضع السياحي في صلاح الدين، فلا فنادق ولا منشآت سياحية في معظم مدن المحافظة ومنها سامراء، ففرحة العيد مؤجلة على أمل إنشاء أماكن ترفيهية مستقبلا. من صلاح الدين، محمد قادر، يو تي في.